يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. معنى الحديث يعني المؤمن بيشوف ذنوبه حتى لو كانت صغائر الذنوب مش الكبائر كأنها جبل، وخايف هذا الجبل يقع عليه. والمنافق لو عمل كبائر، منافق طبعا مسلم لو عمل كبائر، بيشوف اللي هو كأنه ما عمل حاجة، كأن يعني ذباب اجى على أنفه كده وهو مثلا بيهشه. هو ده المقصود، والله أعلم.